وللمزيد حول هذا الشأن ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة كوفنتري رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. إذا أستاذ رامي أهلا بك وبعد التحية، ما هي آخر الأخبار الواردة إليكم؟ نعم صباح الخير. طبعا عدد الخسائر البشرية ارتفع 31 قتيل في غارات فجر اليوم التي استهدفت أطراف مدينة دير الزور وتحديدا مستودعات عياش، مستودعات ذخيرة، واستهدفت اللواء 137 ونقاط أخرى عند أطراف مدينة دير الزور، أدت لتدمير مستودعات ومرق ما لا يقل عن 14 عنصرا بينهم 7 من قوات النظام أي من الجنسية السورية و7 آخرين من جنسيات غير سورية، بالإضافة لغارات مدينة أو بادية الميادين التي أدت لمقتل 9 عناصر، وأيضا كان هناك غارات عند الحدود السورية العراقية عند أطراف البوكمال وبادية البوكمال أدت لمقتل 8 عناصر بالمجمل، 31 قتيل على الأقل ونحو 30 جريح في هذه الغارات الإسرائيلية المكثفة أو الأكثر كثافة على الأراضي السورية وتحديدا هذه المنطقة منذ بداية العام الفائت. دعنا نقول أيضا في هناك 12 قتيلا على الأقل في غارات من طائرات مجهولة استهدفت يوم أمس في جولتين بادية البوكمال على الحدود السورية العراقية، وأيضا هذه الغارات جاءت بعد دخول شحنة صواريخ يوم أمس الأول من العراق باتجاه الأراضي السورية وتحديدا صواريخ تابعة للواء فاطميون الخاضع أو الموالي للإيرانيين. شكرا رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا مباشرة من كوفنتري.